مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. كيف العاده حلقه اليوم غنخصوها للتو على اخر مستجدات الحقل الكروي واخر مستجدات البطوله. كيحضر معنا في الاستوديو اليوم الايطالي الوطني عبد الغني النادر. اهلا بك سي عبد الغني. شكرا استاذ نهاد على الاستضافه، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ومزيد من التالق الجديد في انفاس ان شاء الله. بارك الله فيك، مرحبا بك معنا مره اخرى سي عبد الغني. شكرا، بارك الله فيك سي عبد الغني. غنتكلموا على البطوله، وشفتي الماتش الاخير ديال الرجاء ونهضه سبركان؟ الرجاء قلص الفريق واجعل الصراع على اللقب. من وجهة نظرك اشنا هما التفاصيل اللي غادي يحسموا في اللقب وحنا في الامتار الاخيره؟ هي في نظري انا بعد البطوله ديال هذا العام، هذه من بعد المونديال، هذه بطوله استثنائيه في جميع المقاييس ديالها، لا من ناحيه المنافسه على البطوله، ولا من ناحيه المشاكل، ولا من ناحيه نهضروا دابا الشق ديال التنافس ما بين في المقدمه ما بين البركان وما بين فاجو الجيش الملكي. انا تيبان لي بعد المباراه الاخيره فاجو مع بركان، هذيك المباراه سيرومان كان منتظر، لان بالنسبه للبركان لان ديجا جاي من كاس الكاف من مصر محبط بعد الخساره اللي ما كانش منتظره، لا منتظره بعد الاداء اللي شويه ما كانش هو هذاك، يعني بحال قلتي ضاع لهم يعني التاهل بحال قلتي بواحد الطريقه بشعه انا في نظري، نهضر الاخطاء الفرديه وداك الشيء، ولكن سيرومان غتلعب ضد الدرجه فريق متقدم، فريق اللي كيلعب على اللقاء، فريق اللي كينافس اللي ما خصوش يخسر، اللي ديجا تدير عليه فريق الجيش الملكي واحد الضغط. دونك فريق في ذاك المباراه كان فريق رجاء متالق بجميع، يعني تيبان لك فرق كبير ما بين بالنسبه لنهضه بركانيه. سي نورمال كيكونوا مشاكل بحال هكا ديجا، حيت حنا ديجا يعني دزنا في هذه التجربه، تتجي سيرتو بحال قلتي ما كانوش كيتسناو يعني بعد بحال شي سيناريو شي فيلم هيتشكوكي. دونك انا في نظري هذا الانتصار ديال فريق رجاء ضد فريق بركان فريق يعني انتصار مهم بالنسبه لنادي رجاء، وبصراحه انا تيبان لي البطوله هذا العام بالنسبه للمقدمه غتبقى حتى لاخر دوره ان شاء الله. بالنسبه لك مستوى البطوله كيفاش كان هذه السنه هذه من البدايه ديالها؟ ومستوى البطوله هذا هو مربط الفرس من بعد المونديال، يعني هذا العام استثنائي في كل شيء، يعني سبحان الله ما عمر دار شي عام بحال هذا، لا من ناحيه المشاكل ولا ناحيه كما قلت لك الصراع على اللقب، اما بالنسبه لاخر يعني بالنسبه للفرق اللي كيلعبوا على النزول القسم الوطني الثاني، هذوك احنا ما نهضروش عليهم، كنشوفوا لان ملي كتشوف بصراحه من بعد المونديال قلنا غتشوف واحد المنتوج رائع، فاذا به راك النادي اخترا بفريق الجامعه غدا بواحد السرعه فائقه بحال غدا في تي جي في قلنا، وفرق باج لان ملي كتشوف مشاكل بحال دابا كتشوف مثلا فاروق كان عنده تاريخ بحال شباب محمديه بحال اتحاد طنجه، هادو انا شوف ديجا لعبنا حنا في الشباب، ملي كتشوف هذا الشيء راه شوف راه بصراحه يحز على النفس. بحال ملي كتشوف انا لعبت في شباب محمديه، كان على ليبوك شباب محمدي كانت اول فريق دار كوتش مونطال، يعني ما دارش على الوداد لا رجع، كان ترينو في ملعب لا سمير اللي كان شادهم ديك الساعه لا سمير والمحتضن، وكتريني بحال كتحسبك بحال شي فريق اوروبا، كتريني كتاكل تما كل شيء، كوتش مونطال لي زونترينمون عندهم احسن ملعب، ولكن المشكل ملي كتشوف فريق وصل هذا الشيء، ومؤخرا كنسمعوا الفتيات هما ديال الكره النسويه هما شباب محمد، يعني حشوم وعيب، كتشوف المغرب فاسي حتى هو، كتشوف كتسمع لعابه الجمهور هو اللي كيدير لهم مازوط باش يمشيو الاضرابات، كتشوف برشيد، كتشوف طنجه مدينه عروسه الشمال من اكبر المدن في المغربيه احسن ملعب، كتشوف هادشي راه تجيك تناقض. ولكن انا تنقول واحد حاجه، خص الجامعه تضرب بيدين من حديد في هادشي. علاش وبارفو كتخرج ما عاد كيتساهلوا معاهم بحال دابا العصبه الاحترافيه ولا الجامعه برئاسه السيد فوزي القجع، يعني موفر لهم كاع الظروف، ولكن المشكل حنايا هما المسيرين ديال اللي كيسيروا الكره، كتلقى يا صراعات ما بين الاشخاص، يا شي واحد ما عاد عنده مشكل مع شي واحد، ولكن ما عارفينش بان التاريخ راه كيسجل، والتاريخ قال لك اسالوا التاريخ والتاريخ استاذ شاهد. ملي كتشوف انت هذا الشيء كتقول علاش طنجه ذاك العام صوفوا بحال قلتي بمعجزه، لان بمعجزه والناس ما كتستافدش من الاخطاء، هما كيعاودوا نفس الاخطاء ويقدروا هذا العام يطيحوا، ما يمكنش. عندك مدينه كبيره جمهور ديال طنجه تبارك الله جمهور حضاري متالق، لان مدينه طنجه راه كلشي تيعرفها، ومن كتشوف عاوتاني المولوديه ديال وجده كتشوف المشاكل اللي كاين، والغريب في الامر ان كتشوف شي فرق هنا هما كيديروا اضرابات، وملي كيمشيو يلعبوا كتلقى مباراه نهار الاحد كاين اللي فارق ساعه وباقي في القهوه، ساعه على انطلاق المباراه هو باقي في القهوه، والغريب في الامر ملي كيمشيو كيقدروا يديروا تعادل ولا كيقدروا يربحوا، عاوتاني كتشوف شي حاجه. ولكن المشكل فين كاين؟ انا تنقول في المسيرين، هاد المسيرين الدور ديال المسيره شنو؟ المسيره خصك تقلب على لي سبونسور، قلب على كما تيقولوا موارد ماليه الفريق، قلب على شراكات، واش كيقول ساك في الاول كتبغي تشدوا فريق، ملي كتجي عاد كتبدا على انت نهار دخلتي ما كتكونش عارف داك الشيء. دونك انا تيبان لي المشكل في المسيرين، لان ما يمكنش لعاب عاوتاني غادي يلعب ما مخلصش اللعاب خدمته هي الكره،
يعني خدام خدمت الكره ما يمكنش يصبر عليك اليوم غدا، ولكن والخطير ان ديك الوعود الكاذبه اللي كتكون عند بعض المسير ماشي كلشي، هذيك الوعود اللي انا ما يمكنش اللاعب كتقول لي غادي نعطيك هي يقدر يصبر عليك اليوم غدا، ولكن بعض السي نورمال كيمشي يدير اضراب. حنا ماشي تنقولوا خصهم يديروا اضراب، ولكن راه المشكل كاين في المسيرين بدرجه اولى. اللاعب اللي دار الاضراب عنده اسباب. ايوا اضراب راه هو تيقول لك بعض الناس لا ما خصوش يدير، ولكن لا ما يمكنش، راه كيفاش انت كتخدم؟ راه كتخدم خصك تخلص، هي كيقدر يصبر عليك، هي كنلعبوا على قبل تولي على قبل الفريق على قبل اللوغو على قبل، ولكن حتى الموسيني خصهم يديروا شي تيقي بيا الاخت نهاد، لو الموسين كيدير خدمته كما ينبغي راه ما يمكنش. انت كتكون رئيس، علاش كتشوف انت مثلا، حنا نضربوا مثال غير بالاهلي والزمالك، راه كتشوف حنا بلا ما نقولوا ريال بداو نكذبوا على راسنا، دوك الناس فايتينا بزاف، تهضر انت على الاهلي مثلا علي زاديرو عنده راه تقريبا شي 20000 ولا ما عاد كثر، ورئيس كتلقى بحال رئيس ديال شي دوله محمود الخطيب، ولا كتلقى داك مرتضى منصور ديال فريق الزمالك، علاش حنا ما نكونوش بحالك؟ وحنا هاد البلد اللي تبارك الله صباه، وكتشوف الجامعه كيفاش خدامه، سي فوجي القجع ماشي كنلوحوا الاولاد تشرب شهاده ديال الجامع، يعني وطات واحد القيمه الصوره، ولكن هاد الناس حنا قد ما الجامعه كدير خدمه ومشروع ديال الدوله، ولكن هاد الناس المسيرين بحال قلتي تيرجعوا هاد البلاد تيرجعوها صغيره، كنهضر على فيما يخص كرة القدم، يعني لا يعقل وما يمكنش ما تيقولوا نيفر جامي اطلاقا ما خصهاش تكون هادشي. وانا تيبان لي علاش ما يديروش واحد الحاجه، كاين واحد الحاجه سميتها كيتشارج من كيبدا العام، حيت هنا الا جاو يطبقوا على الفرق كيتشارج راه النص ديال هاد الفرق ما يبقاش يلعب، حيت يلا عندنا الا جينا نشوف كاين الفتح، كاين الجيش الملكي، كاين لاك بركان، وكاين شكون نقدروا نقولوا الرجاء ولا الوداد، واخا إيه راه كاين داك القانون ديال 30-09 اللي هو بحال قلتي خص الكره تسير يعني باحترافيه، هو القانون 30، ولكن هذا القانون ما كيطبقش، حيت كون كانوا كيطبقوا هذا القانون شحال من فرقه ما غتهبط، بحال دابا كتبقى في اليبوك جيفونتوس كانوا هبطوا للدوزيام ديفيزيون حيدوا لها كاع الالقاب، الاولمبيك مارسي في عهد بين الطابي وما ادراك ما بين الطابي اللي كان كيحكم في الكره في العالم كاع، وهبطت للدوزيام ديفيزيون حيدوا لها كاع الالقاب، علاش حنا ما عندناش الجرأه باش يديروا هذا الشيء هنايا؟ حيت ما يمكنش فرقه كلها عام كتشكي. ونعطيك واحد بعدا ما نساوش واحد القضيه، كنهنوا بعدا فريق النادي المكداسي على الصعود وفريق النادي القنيطره اللي طلع الدوزيام، هادو المكانه ديالهم في القسم الوطني الاول، ولكن كاين واحد الاشكال هما غيطلعوا ان شاء الله سيرتو النادي المكناسي، غير ما بغيناش عاوتاني العام الجاي غيطلعوا النادي المكناسي تما غيبداو المشاكل هذه من دابا، حيت ملي كطلع ديما خصك تكون عندك واحد استراتيجيه واحد مخطط وتشوف على المدى البعيد ماشي كتشوف حدا رجليك، دونك وبحال هذا النادي المكناسي مثلا مدينه كبيره، وان شاء الله نتمنوا من الله الدفاع الحسن يجي حتى هو راه في الطريق لان عنده واحد الافونتاج على الكوكب، نتمنوا من الله، ولكن راه خص ديما المسيرين يقلبوا على الحاجه اللي سيرتو رئيس خدمتك هي تجيب الموارد الماليه، حتى لا عندك لا علاقه بماك هو تيخليهم، دونك الخدمه ديال الرئيس ولا لوغول ديالو هو انه خص يقلب على الموارد الماليه وكما تيقولوا ادغوات يا غوش ودير لي ماي لي بي باش تلقى الحلول، سينو الناس الا غير لا تقوا فيك اللعابه كيعرفوك النيات ديالك مزيان، سينو واخا كاع تتعطل عليهم ما تيبقاش المشكل، انا تيبان لي هذا هو المشكل، هو المسيرين بصفه بواحد الدرجه عاليه كاع 100%. نتمنوا من الله ان الموسم الاخر يكون مغير، نتمنوا من الله نتمنوا من الله. سي عبد الغني تكلمتي على الكوتش مونتال، بغيت نسولك على اهميه الاعداد الذهني بالنسبه للعابه. شوف الاعداد الذهني انا نعطيك مثال بسيط، شوف دابا ما تيقول لك بسيشيك بحال دابا اللعاب، انا حضرت واحد البارفو كتلقى لعاب واحد المدرب الله يسمح ليه المدرب كتلقى لعاب غيدخل مثلا كيفاش اللعاب غادي يدخل حتى كتقول ليه حنا غنشوف كاش غدير، ايوا حنا دونك كيفاش حتى هذا السي قلتي الكوتش مونطال انا ديجا جربنا هذا الشيء، علاش راه ولا مهم في الكره دابا، ولكن تيبان لي انا كيفاش فرقه ما كدير اضرابات زعما الكوتش مونطال هذيك اخر حاجه غادي يفكروا فيها، على الاقل كوتش مونطال سي كوا لو رول ديالو راه مهم في الفرقه دابا، الناس اللي كيحتارموا اسم الله الفراقي كتلقى فراقي دابا كاع بريمير ديفيزيون ما عندهمش كوتش مونطال، ما كاينش راه كنعرفوهم بلا ما نبقاو نسميو، ما عليناش كوتش مونطال ديجا تيهيئك نفسانيا بسيشيكمو تيحيك الماتش كيفاش واخا كاع اللعاب تيكون عندهم مشاكل خا حيت كلشي عنده مشاكل، ولكن تيحضرك انت علاش ديما بحال قلتي واحد 50% بسيشيك، سينو 50% راه ديجا راه الحمد لله راه واحد النسبه اللي عاليه، يعني كتكون عنده واحد الاهميه في الفرق كلها، كوتش مونتام سي ديما دي ميساج اديكاتيف ديما بحال قلتي ما تيخليكش تشوف كما تيقولوا ديما تتبان ديما بحال قلتي طاقه ايجابيه كيعطيك دو لينيرجي، دونك ديما تيعطيك الامل قدام الحمد لله والامل في الله سبحانه وتعالى، دونك انا ما كرهناش حنا يكونوا عندنا الفراق يكونوا قبل ما يكونوا كوتش مونتال خصهم غير على الاقل
يكونوا غير في المستوى العالي وياخذوا مثال غير شوفوا غير الزمالك شوفوا غير الاهلي شوفوا الترجي. يعني هذا الفرق اللي داير بينا لان لا يعقل بلاد بحال المغرب اللي دومي فيناليست في لا كوب دي موند وهاد ولا عند واحد السمعه في العالم يعني المنتوج ديالنا ولكن ملي كتجي تشوف البطوله ديالنا هذه بطوله يعني ما عمرها كانت في تاريخ كره القدم المغربيه بحال هاد البطوله هذه. يعني كل شيء لا استثنائيه في كل شيء ما يمكنش. سي عبد الغني اشنو كيفاش كتشوف مباراه الديربي في ظل هاد الصراع على اللقب اللي كاين دابا تكون فيصل؟ وي انا تنقول واحد الحاجه مباراه بالنسبه لضجه بعدا الا شفنا الماتشات اللي باقي لنا ضجه باقي لها جيش ضجه باقي لها طنجه باقي لها الوداد باقي لها وجده الجيش باقي لها تطوان باقي لها الفتح باقي لها السوالم وانا تيبان لي بان الضجه عندها ماتشات صعاب شويه والماتش اللي غادي يدير الفاصل لضجه هو ماتش كونتر الوداد الديربي لان خسروا معاهم في لالي ياك. وانا تنقول هذا المشكل اللي طرا مؤخرا باقي لا البارح ولا معت المهم هذا المشكل حتى هو غيخلي اللعابه ديال الوداد غادي وانا تنظن بان اللعاب ما خصوش يطيح في هذا الشيء بحال هذه اللعابه الا كانت شي نيت ديال الدرجه مؤخرا اللعاب ما خصوش خصو يكون ديما لعاب كبير ومستوى عالي ما يمكنش انت ديجا لاعب مع كيفاش انت لاعب ما كتجبد واحد فريق اخر يعني هذا الشيء ما خصوش يكون بصراحه هذه عقليه شويه انا جاتني هاويه ما كاينش لعاب غادي يدخل بدا تعير الفرقه وانا تيبان لي هاد لو بوين هذا ولا يخلي الوداد غدير لي ماي لي بي باش تربح ضاجه وانا بالي هذاك هو الماتش اللي غادي يعطي البطوله للجيش جو سي سي ابار لي ماتش اللي عند الجيش شويه ما كنقولوا ساهلين راه ماتش ولكن بالنسبه لان ضاجه عندها الوداد وعندها طنجه اللي غارق وعندها وجده تا هو غارق يعني جوج فرق اللي ما خصهمش يطيحوا يعني خصو لي ماي لي باش يربح دونك صعيبه شويه القضيه بالنسبه للجيش وانا تنقول ما عرفتش عاد ابار بقاو في لاكوب لاكوب ديما عنده واحد خاصيه كاس العرش المباراه ديالك ماشي بحال البطوله بانت لي حيت لاكوب ما يمكنش تقول صعيب شويه هذاك ما تقدرش تقول شكون اللي غادي يربح ولكن البطوله انت بان لي كاين واحد التفوق نسبي بالنسبه للجيش الملكي بالنسبه للماتش اللي بقاو والماتش الفاصل هو كونتر الوداد اللي غادي يعطي البطوله للجيش يا الا ربحوا الرجاء داروا بدات حيت الجيش دابا بحال قلتي دونك علاش قلت لك انا هذا العام اكسبسيون بالنسبه للمقدمه حيت ما عمرت الى لاحظتي حتى بالنسبه لي بوان اللي جامعين دابا راه ما عمرها كانت دونك تخيلي الا ربحوا ثلاثه الماتشات راه غتولي عندهم شي 73 نقطه يعني هذه سابقه في كره القدم المغربيه اول عام اللي كتشوف نسبه الانتصارات كتكون مزيان لان شي داير الضغط على شي وانا جاني هذا العام احسن فرق في المغرب هما ضجه واحد القضيه بالنسبه لضجه بين قوسين ضجه راه عندهم واحد ليفيكتيف قليل يعني برافو المدرب الخدمه ديال المدرب اللي تتبان لك غير واحد الميساج عاوتاني لهاد الفرق ما خصهمش يبقاو يبدلوا المدربين بزاف بحال كتولي كوليكسيون ديال المدربين ما يمكنش او مدرب غادي معاك مزيان علاش تكون استمراريه بحال الفرق اللي كتقادر مع 3 سنين عامين يعني علاش بوكو ولكن الرجاء عندها ان افيكتيف بحال قلتي عندهم 11 لاعب ولكن المدرب تيعرف كيفاش يجيري دونك هذا الشيء اللي وصل ليه الرجاء بيان سور اللاعبين ولكن الخدمه الكبيره تتكون ديال المدرب ونتمنوا لهم التوفيق. هذا الشيء اللي كاين سي عبد الغني كيفاش كتشوف المهم الديربي واحد المباراه اللي عندها واحد الطعم معين يعني والجماهير كانوا كيعطيوها طعم اخر مؤخرا عاوتاني الديربي غيتلعب بلا جمهور بالنسبه للعابه فاش كيتلعب الديربي بلا جمهور كيفاش كيكون الامر؟ ايوا الديربي شوف احسن ديربي داز في هذا المغرب بالنسبه للرجاء الوداد هو نادر وتعادل 4-4 هذاك هو احسن ديربي من ناحيه الجمهور واحد شوف حنا عندنا من احسن الجماهير هنا فاش يعني في داك لي تيفو اللي كيطلعوا في دوك الابداعات وداك الشيء ولكن كلاسي بارفو كلاسا ثامن عالمي لا رجاء ولا الوداد من احسن الجماهير في العالم داك التشجيع ولكن المشكل هذاك الشيء ما كي بحال قلتي بحال قلتي ما خدموش على داك الشيء باش يزيدوا لقدام ملي كتجي في ديربي بلا جمهور دونك راه ما يمكنش ولكن عاوتاني حتى المشاكل اللي كتوقع دونك السلطات راه هما اللي عارفين علاش لان ما يمكنش عاوتاني تصل الجمهور بعض الجماهير ولا تيقولوا بعض المحسوبين على الجماهير حيت هذه الكلمه تنسمعوها بزاف ما عرفنا واش الجماهير ولا المحسوبين على الجماهير حتى هو خصو يكون شويه ديال الرقي ما يمكنش انت هفاز دكدك سي نورمال تيخافوا هو تلعب الديربي ماشي حتى مركب محمد الخامس غتلعب في المحمديه غالبا في المحمديه وما يمكنش تكون تخيل الوداد وراجه في مغاين نوض مؤخرا الوداد الى عقلتي مع الجيش كاع كان نوض واحد المشاكل تما فما بالك الا درتي دونك حتى السلطات عارفين وحتى الجمهور خصو يعرف لان ما يمكنش ديربي بلا جمهور راه هما اللي كيضيعوا دونك ما يمكنش وحنا راه عندنا من احسن لان كتشوف على التشجيعات كتشوف غير في المونديال كتشوف غير الوداد في الشامبيونز ليغ كيفاش هذا الشيء بالشهاده ديال الجميع غير خصهم حتى هما يكونوا في المستوى العالي كل واحد يدير خدمته الجمهور تيدير الخدمه ديالو المسيرين تيديروا الخدمه ديالهم اللعابه تيديروا الخدمه ديالهم واللعابه حتى هما عندهم واحد الميساج انا تندوزو للعابه اللي كاينين دابا سيرتو هادو ديال الفرق الكبار بحال دابا مؤخرا كتشوف بركان بارفو تيكون لعاب لعب كتقدر دير انت واحد لافوت اللي كتخرج على فرقه كيفاش انت غتاخذ واحد كارطون يعني بيتمون
فهمتش انا بارفو كتلقى واش اللعاب راه هذا الشيء اللي تنقولوا كوتش مونطال يعني عنده علاقه بهذا الشيء يعني ضروره الاعداد الذهني الاعداد الذهني خصهم ما كاينش شي لعبه تما راه شوف اللعاب راه ماشي عيب تمشي مثلا تنقولوا هي كتدخل فلوس راه الحمد لله دابا الكره فيها الفلوس دابا راه اللعاب يقدر سير تشوف هاد الفرق الكبار راه يقدر يمشي حتى ل 100 مليون هذه اضعف الايمان ولات عندك كونطرا وليتي كاع واخا الفرقه ما بقاش بحال الان ايبوك يشدوا لك وراقيك سير دعينا ولا سير خليوك تقدر كاع ما تبقاش تلعب كره دابا ما بقاش هادشي دابا الحمد لله الجامعه كدير واحد العمل كبير وليت يعني اللعاب محمي 100% وهذا القانون ديال 30-09 راه منهم هاد الشروط هادي دونك انت علاش اللعاب يمشي كما تيقولوا سير خسر على راسك شويه فلوس يقرا شويه كما تيقولوا تسكول شويه علاش راه ماشي عيب تيلا هضروا معاك هضروا معاك السيجو بعدا كتعرف تهضر لان اللعاب دابا بحال شي نجم كلشي يقدر يجي عندك الصحافه تهضر معاك كتقول اللعاب ما تي يعني تجي شويه صعيبه وماشي واحد يخدم على راسه ماشي عيب دونك الحمد لله الكره فيها الفلوس ورتاع وكاين واحد الحاجه سميتها ليجين دو في لان كتشوف شي لعابه هما سي بيان دوماج كتلقى اللعاب انت خصك تكون بروفيسيونيل مع راسك راه ماشي حنا خصك تلعب في البارسا ولا باش تكون بروفيسيونيل دونك انا كنعرف واحد اللعاب سمعت لك مثال بحال دابا مصطفى الخلفي اللي مع عموته مصطفى الخلفي فاش كان هذاك صديق ديالي وتحيه لي من هذا المنبر ديالكم هذاك راه كان بروفيسيونيل يعني بروفيسيونيل كيقرب الماتش بثلاث ايام تيولي ما تياكلش اي حاجه ولعب في ليكيب ناسيونال ودابا راه تبارك الله مع عموته غير دونك سي هذاك ليجين دو في والواحد مزيان يخدم على راسو شويه هذه ميساج للعابه تاعهم حيت ماشي ديما هي المسير يكون واحد راه كل واحد وخصو الدور ديالو هذا الشيء كله باش كتعطي واحد الفرجه علاش حنا تنقولوا ريال مدريد علاش حنا اللاعب كيقدر يلعب حتى 38 عام كتشوف كروس مؤخرا في البارسا تبارك الله مازال يلعب هذاك يقتل ولكن صافي حبس ملي كتشوف شوف بروفيسيونيل كتشوف رونالدو مثلا 39 عام وباقي بحال تقول يلاه عنده 20 عام شي واحد ما تهلاش في راسو راه سيرتو رياضي لان خصك تكون كتنعس مزيان وتاكل مزيان ولي زونطريمون راه غتمشي بعيد دابا كل واحد من بلاصتو المسير من جهته واللاعب من جهته باش نعطيو منتوج كروي يليق بصوره البطوله الوطنيه بيان سي شوف حنا راه يمكن دوزنا هذا الشيء بحال قلتي مثلا كتكون ديما لافي ديال الماتش كتكون في لوطيل راه حيت انت لوطيل مثلا كتكون لعب ماتش كتكون في غير لافي ديال الماتش يعني قبل الماتش ولكن ترى اللعاب ماشي عندك هذيك لافي راه كخصك ديما يعني انت كتلعب كره راه خصك ديما تكون كتعرف اش كتاكل وتعرف ويعني النعاس اللي تدات خصك تعطيها الراحه ماشي تبقى انت عاك الدور ولا شي حاجه راه يمكن اللعابه غادي يفهموني علاش كنهضر حيت ما يمكنش لان انت كيتسناك واحد الجمهور بحال دابا كتشوف مثلا في الوداد الوداد واحد الميساج للوداد المسيرين ديالو حيت كتشوف مؤخرا انا سمعت بان شي وحدين في شي بعض المنابر تيقول بان الوداد جابوا واحد اللاعب من الهوات راه ماشي فين كاين المشكل لا لا جابوا لاعب من الهوات علاش فين كاين المشكل هي لاعب الهوات راه نعطيهم مثال بحال دابا الرجاء حافظي ابو شروان والعلودي هادو ثلاثه راه لعبوا في ليكيب ناسيونال منين جابوهم من الهوات وصدقوا لهم علاش راه الا جا هذاك الوداد وغادي يجي واحد البلاصه اللي غيتاثر علاش بالعكس راه من الهوات هو فتح سباته وما ينساوش بان ديك فتح سباته راه عندها فيها لعابه راه تبارك الله راه لعابه من مستوى العالي يعني هذا اللاعب الا جا كيلعب هو سمعت كيلعب في الكولوار في جناب انا اتاكون دونك يقدر تاثر ولكن هذا لا يعني بان الوداد راه فريق كبير وكيلعب الواجهات وكيلعب المسابقات المنافسات الكبرى خصو يجيب لعابه كبار عاوتاني لعابه كبار يعني ماشي مشكل غتجيب لعاب ولكن خصك لعابه اللي غادي يهزوا الفريق وغادي يعانوا الفريق يعني انت كتانفيستي باش كتربح القاب وتتا كتربح الفلوس خاصك تستثمر ماشي كتجيب لعابه ديجا وشو لعاب حيت لعب ضدك كل لعاب باش كيجيبوا لعاب برا باش ما تخدم هنا كيقدر يلعب ضدو ماتش مثلا شي ماتش فلالي مثلا يقدر داك اللعاب دار ان كرو ماتش وراه كما تنقولوا غير بارفور ماشي اللعاب الا بغيتي تجيبو راه خصك تبعو المال العام كامل انت كتبعو كتشوفو كيفاش داير تسول عليه ماشي انت جيب لعاب باش تمزج ولا كيجيبوا شي لعابه ديجا دازو في الفرقه في الوداد بحال شي اسماء كانت هاد العام هما جاو مع طوالو دونك خصك تجيب اللعاب ماشي غير قوه تجيب اللعاب عاوتاني تجيب فرقه جايبه 11 بحال الفرق اللي كيطلعوا دابا مثلا بحال النادي المكنزي مثلا هي طلعت مزيان ولكن ماشي انت كتجي كتكي اللي شو فرقي تيطلعوا تيبدلوا الفرقه كلها ما يمكنش هذوك الناس اللي حققتي بهم الصوت تحتفظ بهم ما يمكنش راه مادام طلعوا الصوت الا وغيكونوا في مستوى ولكن كطعام على الاقل جيب واحد ثلاثه لعابه راه ماشي انت كتبدل الفرقه كلها راه ما يمكنش تبدل الفرقه كلها سينو ما غاتجيش السيستيم ديالهم غيبقوا بحال هكاك شكرا لك سي عبد الغني شكرا لوجهك على قبول الدعوه لا بالعكس شكرا لكم وانا كنشكركم على الاستضافه وانا حصل لي الشرف نجي للاذاعه نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بارك الله فيك حتى حنا كنا سعيدين بالاستضافه ديالك سي عبد الغني الله يبارك فيك بارك الله فيك مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه الى اللقاء